بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع معكم أيها الأحباء المباركين. استكمالا لرسالتنا بتاعت امبارح، احرص على وقتك، وكنا ذكرنا آية ذكرت في سفر الجامعة أصحاح 12، أذكر خالق وعدد واحد، أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، استقول ليس لي فيها سرور. لعل البعض من أول ما سمع هذه الآية يقول طيب، وإذا كنا إحنا يعني مرت بينا الأيام يا بونا ومش شباب، أقول ربنا يديكم طولة العمر، ربنا يديكم الصحة والعافية وشباب على طول، زي ما بيقول سيدنا نيافة حبر الجليل الأنبا موسى. مش بالضرورة طبعا إذا هذه الرسالة مش متأخرة علينا، حتى لو إحنا عدينا أيام الشباب وحتى لو كنا في أعمار في أيام الشيخوخة، لكن ما زالت الرسالة اللي إحنا حذكرها بنعمة ربنا تنفع معانا كشباب، وتنفع معانا أيضا كأناس كبار في السن. لكن الكتاب المقدس أهم حاجة إن يقول لنا كده، حتى إذا كنا إلى وصلنا إلى وقت الشيخوخة، فبالتالي لكن في نفس الوقت يجدد مثل النسر شبابه. تعالوا نشوف مع بعض. أنا حذكر في الأول بعض الحاجات الخاصة بالشباب، وفي نفس الوقت حذكر بعض الحاجات اللي محتاجنا إحنا أيضا ككبار في السن. يبقى إذن الرسالة تشمل الجانبين بنعمة المسيح، وبالتالي رسالتنا توصيتنا إذا كنا حناخد على نفسنا كناس كبار في السن أو شباب، يبقى إذن الرسالة توصل لجميع الأجيال، حتى الأهالي يوصلوها لأولادهم. أذكر خالقك في أيام شبابك، يقول كده قبل أن تجي أيام الشر. أيام الشباب أيام سعيدة، ليها بهجة، ليها فرح. كل واحد يقول لك يا حتى الشعر يقول لك كده، يا ليت الشباب يعود يوما، لأنها أيام فرح. فيها أيام الإنسان بيكون بصحته بعافيته بقوته بالاستنارة بتاعته بالجمال بتاعه بكل الحاجات الحلوة دي كلها. بس أهم حاجة أذكر خالقك في أيام شبابك عشان تكون أيام فيها بهجة، فيها سعادة بالمسيح الخالق في حياتنا، وليس أيام سعيدة بس عشان إحنا في وقت الشباب. تاني حاجة، أذكر خالقك في أيام شبابك، وإوعى تخلي أيامك بالتالي إن هي تضيع أو تتبخر في الضعف أو الخطية أو البعد عن الله. عشان كده تركيز أذكر خالقك في أيام شبابك. ومبارح تكلمنا عن إيه اللي بيحصل في أيام الشر أو في أيام الشيخوخة لما بيحصل تتدهور صحة الإنسان، وده أمر طبيعي يا أحبائي. لكن عشان كده كده مقدس خلينا هو بيذكرنا نذكر خالقنا في أيام شبابنا، في الفترة اللي أنا محتاج فيها إن أنا أحمي نفسي من الضعف، من الخطية، من العالم، عشان أكون عندي القوة إن أنا أقاوم وأحارب وأواجه إبليس وأجاهد بالنعمة ضد الخطية وضد العالم. بالتالي مش بالجانب السلبي فقط بالمقاومة أو بالرفض أو بالاستسلام، لكن أيضا أذكر خالقك في أيام شبابك بالناحية الإيجابية، إن نحن نخدمه بحب بنشاط قبل أن تأتي السنين بتاعت العجز والضعف وعدم القدرة، وكل إنسان يقول أنا مش قادر إن أنا أخدم. رابع حاجة، أذكر خالقك في أيام شبابك حتى لو كنت بعيد عن وطنك، وبالتالي نحذر خطايا الغربة. طبعا الحتة دي مهمة بالنسبة لنا وإحنا في بلاد المهجر والغربة. أحبائي زمان في بلادنا كان في حاجة اسمها عيب، كان في حاجة اسمها حرام، كان كل واحد يخلي باله انه الامر اللي بيقع فيه او الخطأ بيرجع عليه وعلى اسرته. هنا دلوقتي سامحوني، البعض لا يكترث بهذا الامر، ما فيش عيب، ما فيش حرام، انا ملك نفسي، I'm free in a free country، وانا اعمل اللي انا عايزه، ما عندوش
فكرة حتى إنه اللي بيعمله دي ممكن يعود على أهله أو ممكن يأثر على أهله. وبالتالي للأسف في أيام الغربة إحنا ممكن تضيع حياتنا من دون ما ننتبه ونجاري العالم اللي إحنا عايشين فيه أو المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. لا، احذر احذر، حتى وإن كنت متغرب احذر خطايا الغربة. خامس حاجة أحبائي اللي يساعد الإنسان في حياته وفي شبابه في مزمور 119 وعدد 9 وعدد 10 أيضا، والمزمور ده قلنا مهم بالنسبة لكلمة الله. أذكر خالقك وتمسك بكلمة الله بما يزكي الشاب طريقه. يعني إزاي إن هو ينجح طريقه، إزاي إن هو يعيش في طريق صحيح. بحفظه إياه حسب كلامك، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. بالتالي أذكر خالقك في أيام بكل قلبك. النمرة 6، أذكر خالقك في بكل قلبك. يقول في كده في مزمور 119 وعدد 10، بكل قلبي طلبتك لا تضلني عن وصاياك. ودي تنفع أيضا بالنسبة لي إن كنا كبار في السن يا أحبائي. نمرة 7 بالنسبة لي شبابنا أو في حياتنا كشباب، أذكر خالقك وإن أخطأنا نسرع إلى التوبة. طبعا مش عايز أفرق ده للشباب وده للكبار، لكن أنا بمجرد إن أنا الرسالة تكون واضحة. إذا كنت أنا شاب بسمع الرسالة دي، إيه المحتاج إن أنا أعمله؟ إذا كنت إنسان كبرت في السن وبسمع الرسالة دي، إيه اللي أنا بعمله؟ إيه اللي أنا افتقدته في شبابي وما عملتوش ودلوقتي عندي الفرصة إن أنا أعمله؟ أذكر خالقك حتى وإن أخطأنا نسرع إلى التوبة. وعشان ما نكونش زي ما ذكر في أمثال 30 وعدد 20، يقول كده احذر لا تكن الطريق كالمرأة الزانية التي أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثما. في ناس كثيرة يحمينا ربنا يقول لك أنا بعمل خطية وعايش في الخطية، أو مش شاعر نفسي إن أنا بخطئ، مش شاعر نفسي إن أنا عايز أجي أعترف، مش شاعر نفسي إن أنا عايز أتوب، مش شاعر نفسي إن أنا عايز إن أنا ندمان على الخطية. عشان كده أذكر خالقك إن أخطأ تعال بسرعة إلى التوبة، ما تأجلش ما تأخرش التوبة عشان ما توصلش إلى الحتة إنك أنت تفقد الإحساس بالتوبة وبالندم. أذكر خالقك في أيام شبابك ونتذكر كلامه باستمرار، نتذكر كلامه إنه أنا هو معزيكم في أيام الضعف في أيام الحزن. ودي طبعا بقول أيضا بالنسبة لي إن كنا كبار في السن. أشعياء 51 وعدد 12، لكن بقول للشباب ليه؟ لأنه كده الشباب دايما بيفتكر إن أنا بصحتي بقوتي فأنا الموت بعيد عني، لكن أول ما يسمع سيرة موت يخاف. أول ما يلاقي حد إذا كان من الأقارب أو من الناس أو شاف يخاف. المسيح يقول لنا كده في أشعياء 51 وعدد 12، الله يقول لنا كده أنا هو معزيكم، من أنت حتى تخاف من إنسان يموت وتنسي الرب صنعك؟ إذا أنت خفت وأنت في العمر دي ما تنساش إلهك اللي صنعك واللي خلقك. نمرة 9 يا أحبائي اللي هو أذكر خالقك فقم في منتصف الليل. طبعا بقول دي بالنسبة أكتر حاجة بالنسبة للناس الكبار، لأنه بيقول كده إن أنا بصحى من الفجرية، طب ما يعني النوم بتاعي قل شوية. في مزمور 63 وعدد 6 يقول كده إذ ذكرتك على فراشي في السهل ألهج بك. يعني الإنسان الشاب كبير أي واحد صحى في نص الليل، صحى ما قادر إنه هو ينام، هو وراقد على الفراش بتاعه ممكن يلهج في كلام الله، ممكن يسمع أي مزمور، ممكن يردد أي مزمور. نمرة 11 يا أحبائي أذكر خالقك في أيام شبابك. في تثنية 4:9 احفظ نفسك جدا، يقول كده احفظ نفسك جدا لألا تنسى الأمور التي أبصرت عيناك ولألا تزول من قلبك وعلمها لأولادك. رسالة دي للكبار للشباب، احفظ نفسك جيدا لألا تنسى الأمور. نمرة 11 يا أحبائي
العالم اللي احنا فيه والمجتمع اللي احنا فيه، العالم اللي وضع كله في يده في الشرير في الشرير في يد الشرير، اذكر خالقك ولا تنساه، لان الاشرار يحمينا ربنا في مزمور 9:17 يرجعون الى الهاويه كل الامم الناسين الله. عباره حلوه وعباره صعبه، كل الامم الأشرار البعيدين عن الله الناسين الله يحمينا ربنا يرجعون إلى الهاوية. آخر حاجة، أمثلة يا أحبائي، أمثلة كشباب. نلاقي عندنا يوسف العفيف، دانيال التقي، يوحنا الحبيب، شباب وكبار، تيموساوس الخادم، قديس أبانوب النهيسي 12 سنة، قديس كرياكوس 3 سنين، حتى دول ما وصلوش الشباب، بس يذكر كان يذكروا إلههم مسيحهم كان في حياتهم، قديسة ديميانا، قديسة مارينا، الأمهات قديسة دولاجي وأولاده، قديسة رفقة وأولاده، ماري جرجس، كل هؤلاء القديسين يا أحبائي ما هم إلا أمثلة. أخنوخ البار حتى ولو وصل إلى هذا العمر يقول عنه الكتاب المقدس، يقول عنه كده، يقول وكان أخنوخ يسير مع الله وأخذه الله لي، لأن لم يوجد، لأن الله أخذه. إذن من إحنا والشباب لحد ما نكبر هنكون حياتنا مع الله. أذكر خالقك في أيام شبابك. مسيحنا القدوس يعطينا باستمرار يا أحبائي إن إحنا نكون هو ملك حياتنا، هو قوتنا، ما اعتمدش على قوة الشباب لكن هو قوتنا، حتى في زمن الشيخوخة، حتى في زمن الصبا، حتى يكون لنا باستمرار هذا النصيب الصالح أيضا معه. أذكر خالقك في أيام شبابك، له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.